السلام عليكم، متتبعين قناة الطبخ مع عزيز عبدي. كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وحتى من خارج أرض الوطن على التفاعل والتضامن والكلمة الطيبة اللي كتقولوا في حقنا. الله يحفظكم ويضمنكم وييسر أموركم. عواشر مبروكة على جميع الأمة الإسلامية. اليوم إن شاء الله وتحت الطلب من العديد من الأخوات، بما أن رمضان على الأبواب يعني ما بقاش واحد المده ديما التحضيرات الرمضانيه، ماشي التحضيرات واي تحضيرات، التحضيرات كتكون غير في الصفوف والشباكيه، اما بالنسبه للطبخ والتوجيهات راه كل نهار ورزقه. غير هادشي راه معروف عند المغاربه من قديم الزمان، والدينا وجدودنا يعني الناس اللي كتوفر عندهم كتكون عندهم الامكانيات. المهم ان شاء الله الفيديو اليوم حصري، ما كاينش خو، ولكن عند باكم العبدي العديد منه والعديد من الحصري تحت الطلب ديالكم ان شاء الله، باش غادي نجيب لكم صفوف صفوف او التقاوت او السلو، كل واحد كيفاش كيسميه، من غير الزميطه، الزميطه وحدها بالعشوب، ولكن هادو صفوف ديال باكم العبدي او خوكم العبدي او عزيز العبدي. وتحيه لنعيمه السباعي، كتقول لي ما تقولش باكم العبدي راك باقي صغير. الله يحفظك يا نعيمه ويحفظ جميع المغاربه. باش نشارك معكم ان شاء الله المكونات كلها صحيه، اليوم ما عنديش القليان، صفوف من غير القليل، ما فيهاش شي حاجه اللي مقليه، كلشي مقليين في الفران، يا اما تقليو في الفران ديال الزنقه، يا اما الفران ديال الدار، يا اما الكوكوط ولا شي كاسرونه ولا شي حاجه. مرحبا بكم. هنا بالنسبه للمكونات وهي كالتالي، كي قلت لكم الناس اللي عندهم فوبيا من الدقيق الابيض، اليوم جبت لكم الطريقه ديال تباكم العبدي. من اليوم ما بقيتوش غادي نستغناو عليه، كلشي مقلي من غير القليان، يعني ما عنديش شي حاجه اللي مقليه. هنا بالنسبه للدقيق ديال الذره، هذا الفيديو كي قلت لكم حصري على اليوتيوب. الدقيق ديال الذره مطحونه مغربله مشاوطه، خديت الدقيق ديالها حمرته. هنا بالنسبه للدقيق ديال الحمص، الحمص مقلي مطحون مشاوط، غنوريكم الاله فاش طحنتهم. هنا بالنسبه للشوفان حتى هو مقلي مطحون مغربل مشاوط، كلشي ناضي. هنا بالنسبه للخروب، الخروب حتى هو مطحون محيد لي دوك النواه مغربل مشاوط. هنا بالنسبه لزريعه الكتان، زريعه الكتان ما كتبغيش تحمر بزاف، غير يدوب صهتها، غير صهتها، انها الى طابت كتسرطن وكتعطي واحد النكهه اللي هي خايبه، واللي بغاها يديرها صينه ماشي مشكل. المهم انا غادي نطحنها، ضروري غنطحن منها وغنخلي منها واحد شويه هي والجلجلان. بالنسبه لهذه حبه حلاوه، هنا المسكه الحره، المسكه الحره كاينه ديك الجعبه، ديك الجعبه ماشي فري. بالنسبه للمسكه الحره دائما ديروها في اللسان ديالكم وزقوا عليها واحد الفتره ديال مثلا دقيقه حتى جوج دقائق ونضغوها. الا تنضغط لكم بحال المسكه هي المسكه الحره، والا نضغتوها بسنانكم وتفرتات هذيك غير مزوره. هنا القرفه وجوز الطيب، اللوز مقلي، انا كي قلت لكم كلشي اليوم مقلي ان شاء الله. هنا عندي الجلجلان كلشي محمر، الجلجلان حتى هو محمر. بالنسبه هنا إيلان، إيلان الناس اللي ما كتعرفوش هو هذا، هذه هي زريعه إيلان، كنشدها كنحمرها كنطحنها كنغربلها. هنا حب النافع، النافع وبالطبيعه الصوجة، هي هذه الصوجة حتى هي كنقليها وكنحمرها، يعني كنقليها وكنطحنها وكنغربلها وكنشوطتها. هنا زيت الزيتون، انا كنخدم بزيت الزيتون، ما كنديرش العسل وما كنديرش الزيت النباتي. هنا السكر كلاصي، الناس كدير العسل، العسل راه هو السنيده طبيعه وطيبه، السنيده مع الماء هي العسل، يعني ماشي العسل الحر. احنا غادي نكتفي بالسكر كلاصي، طريقه ديال تناس زمان. بالنسبه للقرفه مطحونه هي هذه، وبالنسبه للقرفه عواد اللي طحنت راه هي هذه. هنا جوز الطيب، ممكن تكتفيو بالوحده او بالنص، اللي عنده الطونسيون بلاش منها ما ديروهاش، الكوزه كتكون شويه سخونه. ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بكم خوتي المغاربه اينما كنتم واينما حللتم في جميع بقاع العالم. هنا ان شاء الله الاله اللي غادي نطحن بها المكونات ديالتي وهي هذه، كيف ما كتشاهدوا هذه دقه بطله. هنا انتم كيف ما كتشاهدوا هي هذه الاله، راه كاينه متواجده في الاسواق ان شاء الله. هنا باش غادي نطحن
إيلان بالنسبة طحنت بها إيلان وطحنت بها الخروب وغادي نطحن بها الجلجلان واللوز والصوجة. كي قلت لكم غنطحنوا الصوجة، غنطحنوا النافع، غنطحنوا الجلجلان وبالطبيعة اللوز وحبة حلاوة زريعة الكتان وما تبقى من نواشف هامة، وغادي نطحن جوز الطيب انتوما واللي بغيتو. كي قلت لكم الناس اللي عندهم طونسيون الله يرضي عليكم بلا ما تستعملوها. هنا بالنسبة للمسكة الحرة غتاخذوا منها غير واحد الكمية، هي راه دايرة وقيلا شي 5000 ريال كيلو، المهم غتاخذوا تقريبا شي 10 دراهم ديال المسكة الحرة. غادي نطحنوها مع السكر ثقيل او السكر كلاصي كيف ما كتشاهدوا في مهراز صافي، وكضيفوا عليهم هادشي اللي كاين. وتابعونا ان شاء الله بعد ما نطحنوا ونخلطوا المكونات. ودائما عزيز العبدي محافظ على الاصاله والمعاصره، فخار مدينه اسفي، نساعد الصانع التقليدي في اي مجال ماشي غير في الفخار، المهم ولو غير مغيرفه في الدار ديال العود. وتحيه لكم وتحيه لخوتنا المغاربه كيف ما كنتوا. انا هادشي راني عندي الماعن، ولكن مره كنخاف ناخذ واحد البياسه وكنحتاجوا لها حتى في التصوير. ها انتم كيف ما كتشاهدوا كتجي زوين. بالنسبه لهذا يلا خديته هو وهذا وهادو، ها مايا خديت 4 من هادو وخديت هذا كبير ديالهم. وبالنسبه لهاد الاحمر راني خديته ديك المره، والصفر سيري ديال الصفر راه عندي من زمان. هادشي اللي كاين هنا دابا كيف ما كتشاهدوا درت فيها الصوجة. دائما ما عمركم تعمروا هاد الاله، ديما اي ماكينه او اي اله ديال الطحين لهادشي ديروا نص الكميه. بالنسبه لي انا عندي غير نص كيلو ديال الصوجه، يعني خدمت بنص كيلو ديال الصوجه، ما يعني راه كافيه باش ندورها. حتى الزمطه ديالها ما غاديش تزمط، اي حاجه راه كتخسر المهم بامكاننا نحافظوا عليها وبامكاننا لا. المهم تابعونا ان شاء الله. هنا طريقه الاستعمال ديالها هي هذه. هذا بالنسبه للغطايه كنشدوها بحال هكا، ها انتوما كترجع، هادو هما الفرانات ديالها، وكتوركوا على هاد البطونات بحال هكايا كاملين صافي ان شاء الله. هي راه عندها هانتوما عندها هاد البريز كيتنصل، ها هاد البريز كيتنصل كنركبوه هنايا صافي، وكنركبوه في البريز في الحيط كيف ما كتشاهدوا. هنا هادي هي البطونه ديالتها كنخدموها من هنا ان دو تروا، ديما اي اله ان دو تروا باش يعني نحافظوا عليها، لان هاد الماركه راه غاليه. هنا دابا باش غادي نشوفوا شوفوا كيفاش كترد الصوجه. ها انتوما بسم الله، ها انتوما هي ردتها بودره، نغربلوها باش دوك الجلوف ديالها الفوقانيين يحيدوا، وانا حاجتي غير بالدقيق صافي. وكنستعمر نستمر على العمليه بحال هكا، وكلشي كنطحنوا حتى نسالي. هنا بالنسبه للغربال كيف ما كتشاهدوا، ها انتم الاله راه كدور، ها بحال هكايا، ها كدور كتهز من هنا من الخلف، عاطينا هاد اليد، ها صافي باش كتقلب كتجي سهله. هنا باش غادي نغربل هاد الصوجة ديالتي كيف ما كتشاهدوا، ديما كتغربلو بغربال ديال السبيب، غربال ديال السبيب باش كيهود لكم غير دقيق من هنايا كيف ما كتشاهدوا. ها انتوما كيهود لكم دقيق، وداك الحشف ديالها هي غير للتفادي باش ما تبقاش في ديك الحروشيه، كتبقى في الغربال ديال السبيب. ها انتوما هذا غربال ديال السبيب ماشي ديال السلك. نكملوا انتوما معايا. هنا صافي انا غربلت الصوجه، راه مع الضو ما كتبان لكم بيضاء، وانا حيت خدام دابا بالليل كنصور ديما بالليل، هي راه محمره بحالها بحال الدقيق. والصوجه المنافع ديالها قلبوا عليها في جوجل وشوفوا المنافع اللي فيها. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا انا درت النافع، وغادي نضيف عليه حبه حلاوه. شوفوا بالنسبه لهذا الشيء الكميه على حسب عدد العائله وعدد اللي بغيتو نتوما ديروه، بغيت ديروا وقيه جوج وقيات ثلاثه وقيات يعني نص رابعه، المهم اللي بغيتو ديروه نتوما ديروه. انا خديت ثلاثه وقيات ديال النافع وثلاثه وقيات يعني نص رابعه، في نص رابعه
تقول لي جاكم من جد، انا بغيت النافع وبغيت حبه حلاوه لان عندهم منافع كبيره. وبالنسبه للخروب راه كل شيء، الناس اللي عندهم مصران او قولوا العصبي هاد السفوف راهم صحيين ما فيهمش دقيق. صافي حتى ما غنطحنهم ونغربلهم بنفس الطريقه وتابعونا. هنا بالنسبه لحبه حلاوه والنافع، شوفوا حتى هميا الشكل ديالهم كدايرين، ولكن كل شيء يدوز في الغربال باش داك الغليظ اللي بقى فيه بغيت تعاودوا طحنوا طحنوا، ما بغيتوش حيدوه. ضروري ما تدوزوا اي حاجه في الغربال. هنا بعد ما طحنت حبه حلاوه والنافع خلطتهم غربلتهم فوق ديك الصوجه بالضبط، هنا ان شاء الله باش غادي نطحن زريعه الكتان. زريعه الكتان عاد غادي نطحن الجلجلان من وراها. الجلجلان بغيتو باش يطلق داك نقولوا الزيت ديالو هو واللوز. هنا ها هي كيف ما طحنتها كيف ما كتشاهدوا مع هاد الماكينه هذه، راه ما غربلتها ما والو. ها هي شوف طلقات هي الزيت ديالها. دابا هنا غادي نطحن، غنهرمش النص ديال الكميه ديال اللوز، النص ديال الكميه ديال اللوز غير غادي نهرمش شويه رقيقه ماشي غليظه كاع بزاف، والاخر غادي نعصرو مزيان باش يطلق الزيت ديالو هو والجلجلان. هنا كيف ما كتشاهدوا بالنسبه لهذا هو خليته شويه حرش في هاد الطريفات باش يبقاو باينين ان شاء الله. توا باش غادي نضيفو على غنضيفو حتى هو ان شاء الله على النواشف كيف ما كتشاهدوا. شوفوا كلشي غيتخلط في القصريه، كلشي غادي يتمع، كلشي غادي يتدلك. نكملوا ان شاء الله. هنا دابا ان شاء الله باش ضفت النص الثاني توا باش غادي نطحنو. النص الاول ها هويا والنص الثاني ها هو باش غادي نعجنو مزيان. هذا هنا بالنسبه للوز كيف ما كتشاهدوا ها هويا طحن حتى طلق الزيت ديالو، طحن حتى طلق الزيت ديالو. ويستحسن الا كانت عندكم، شوفوا البنات الا كانت عندكم كميه غير قليله وعندكم مثلا بحال هاد الاله عاونوه بواحد غنقولوا حنا بحال املو ديال اللوز، ملي كيبداو كيطحنوا فيه كيضيفوا معاه ضروري من انه يضيفوا معاه الزيت، لان ما يمكنش هو راه زيته محدود ما فيش شي كميه اللي هي غادي نضيفوا مع داك الزيت الزيتون اللي نتوما غادي تخلطوا به ضروري منه. نصيحه للبنات باش انسان، حنا كنعطيكم افكار وكاسرار. المهم تابعونا ان شاء الله. هنا كيف ما كتشاهدوا هانتم اللوز، دابا ان شاء الله هنا باش غادي نضيف داك الجلجلان حتى هو يطلق الزيت ديالو وتابعونا ان شاء الله. هنا بالنسبه للجلجلان كيف ما كتشاهدوا انتوما الغطاء ديال الماكينه، دابا ان شاء الله باش غادي نقلبوا على هاد النواشف حتى هي، عاد غادي نضيفوا الشيء الاخر اللي باقي عندنا مطحون. هاد الشيء كامل ان شاء الله هو كتشوفوا فيه مطحون، بقات لي غير هادي غادي ندقها مع السكر كلاصي غير في المهراز، وهذه غادي نطحنها. عندي ماكينه خاصه ديال القهوه ولا العطريه غادي نطحنها فيها ان شاء الله. وهانتوما معنا دابا كيف ما كتشاهدوا بعد ما طحنت كلش بكري كنا نطحنوا عبر الرحى، كنا نطحنوا ندقوها بالمهراز، كان مهرازنا ومهراز دار الدكالي جارنا يدور على الدرب كامل، كانوا على المهرز ديال العود، وحنا عندنا النحاس حنا ودار جيراننا دار عبد الله يرحمه دار رجف الله لاقع تحيا لدار رجف الله دار التونسي جيراننا الاولين ديال الزمان الجميل في الدار البيضاء. هنا خديت المسكه الحره والسكر كلاصي مهراز كندق في هاد المسكه الحره ان شاء الله. ودق يا المهراز ودق الحناني، شوفوه بكري كانوا يدوروا المهراز في ديهم، كنتو تسمعوا العطريه والسفوف وكل شيء كيدق كانوا يترادوا. اليوم الله يسر ما تليتي تسمع حتى حاجه، حتى الريحه ديال رمضان ما تلاقي شمها. هاد اليومين يدير لكم التحضيرات ديال العيد الكبير، هاي وهما لي التحضيرات، ورونا كيفاش نخرطوا المصارى ونخوي الكرشه ونصاوبوا بوباي نوط ونصاوبوا شي يقولوا البوكاع اي الكرداس معنا خشمي ما نعرفش ليه. ثم دابا هنا ان شاء الله ها هي المسكه الحره دقيتها كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله باش غادي نضيفوها حتى هي على هاد النواشف. هنا جات الفتره الحاسمه كيف ما كتشاهدوا باش غادي نمعكود اي الكتاف، نخلط هادشي كامل
مع اضافه ديال زيت الزيتون. انا راه ما كنديرش الزبده، بغيتو ديروا الزبده ديروها، ديروا ديك الزبده طيبوها تتحيد داك الشكوشه تشرب داك الماء وعاد ضيفوا عليها. بغيتو ديروا العسل ديروها. بالنسبه ليا السكر كلاصي كندير على حسب المذاق، على حسب النكهه. نقدر انا ما نديرش السكر كلاصي دابا حتى وكان بغي نسربيه، ربما يكون عندي شي واحد. حنا عندنا الناس اللي مرض بالسكر، الله يشافي كل مسلم، الله يشافي كل مريض. المهم تابعونا ان شاء الله. هنا كيف ما كتشاهدوا بعد ما طحنت المسكه الحره، اباكم العاديه رشقت لي على المهراز، عجبني الحال، دقيت فيه الكوزه او جوز طيب. ها موالي بكري نوروا المهراز فيديو بحال هك، ويهزوا المهراز ويتكلم كيدير واحد الايقاع. دق يا المهراز قالت لك كوبية البراد كوب سوان. هاد العملية كتقلب ملي كنديرو ليها هك، كتقلبها هنا ملي كدورو كيدق، يعني ما كتبقاش دق غير في بلاصة وحدة. ها وملي كديرو ها 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 شوفو كي كتقلب. هذه دي الطريقة ديال موالين بكري، وليتو تواركو على بسعد الضو، موالين الضو، كل شيء زين، الله الله عليك الطيطيش، صافي هانتوما هاي، باش تعرفوها، شوف، هاهي تنيلات، دقيتها تنيلات، بغيتو تغربلوها، غربلوها، أنا ما عندي بها سوق، هاي، صافي. مغربله حتى الكرشي تغربل. هنا ان شاء الله خديت القصعه، ديما واحد الاناء كبير، بانيو طنجره شي باسينه كبيره فاش تخدموا، لان القصرينه عندي صغيره والكميه ديال هاد النواشف كثيره. تقريبا غنقول لكم نص كيلو من الحاجه من هاد الشيء ديال النواشف، نص كيلو خديت من الحاجه، الا الجلجلان اللي عندي فيه تقريبا شي كيلو زيد. نص كيلو ديال الصوجة، نص كيلو ديال الإيلان، نص كيلو ديال الشوفان، نص كيلو ديال الخروب، ولكن ملي كنغربل ضروري ما كيبقاو دوك البقايا من الفوق. وهنا عندي كيلو كيلو ديال الدقيق ديال الذرة، كيلو ديال الدقيق ديال الذرة. زريت الكتان عندي رابعة، ثلاثة توقيات ديال النافع، ثلاثة توقيات ديال حبة حلاوة، ونص كيلو حتى الكيلو لاروب ديال التلوز. المهم على حسب نتوما بغيتو ديرو رابعة رابعة من الحاجة، نص رابعة، المهم تحضرو عين وليداتكم. وهنا واحد جوج مغارف أو جوج عواشق ديال القرفة، كتبقى على حسب الرغبة ديالتكم في القرفة، ولكن كتعطي واحد النكهة اللي هي زوينة. هنا بالنسبة كي قلت لكم الحلاوة ديال السكر كلاصي ديما كتبقى على حسب الذوق، الا معاكم شي حد خلوها هي الاخرى حتى تخلطوا هاد المكونات وتحيدوا القياس ديال دوك الناس اللي هما مراد، ومن بعد غير باش تخلطوا الحلاوه. انا تقريبا هنا عندي واحد الرابعه ديال السكر كلاصي مازال عندي، ولكن انا غادي نكتفي برابعه على هذا الشيء اللي عندي. هنا بسم الله هنا بسم الله على بركة الله كنبدا نخلط. نخلط هاد المكونات كاملين وهانتوما معايا. هنا كيف ما كتشاهدوا كله دوزتو في الغربال ديال السلك، الاول دوزتو في الغربال ديال السبيب، دابا دوزتو في الغربال ديال السلك رقيق. علاش؟ باش كيتخلط ليا دوك المكونات كامله كتخلط كيف ما كتشاهدوا هانتوما، ونعرف الكمية اللي غادا تعطيني. هنا ان شاء الله باش غادي ناخد ما تبقى، هنا كيف ما كتشاهدوا. وبالنسبة لهاد الجلجلان اللي خليت بلا ما نطحنو حتى هو غادي نرشو عليه ان شاء الله. صافي
هنايا باش غادي نخلط ان شاء الله بسم الله على بركه الله، نعاود نخلط التخليطه الثانيه. شوفوا كيفاش كيتعجن هنا، هذه هي الخدمه ديالته باش يتمعك ويدخل في بعضياته. وباقي الزيت ما ضفتوش، كي قلت لكم انا غادي نخلط باش غادي نحيد القياس اللي غادي يبقى ليا، عاد نخلط القياس اللي غادي نخدم به. انا كندير جوج خلطات في رمضان، الخلطه الاولى في النص ديال الاول والخلطه الثانيه في النص الثاني، باش كيبقى محافظ على ديك البنه ديالته. المهم بهالطريقه ان شاء الله غادي يسمعك، وهانتوما معايا. باكم العب ديالي تزمطت مع ديك حيد الجلابه، بقيت عاب نقول الجبادور بلا ما نقول القسطان ديال الملف. هاي القسطان ديال الملف كان عند مولين بكري، بقى عاد باكم العابدين هضر على الملف الحر اللي كان باكم العابدين باقي عزري البحر عزري. المهم ان شاء الله هانتوما انا قسمتو على نوبتين، كي قلت لكم انا ما كنخلطش كلشي بخطره. النص الاول اللي غادي يبقى هو هذا، والنص الثاني اللي يعني غادي نستعمل ان شاء الله كي قلت لكم انا كنخلطو بزيت الزيتون. كاين اللي كيقلي اللوز وكيخلطو بداك الزيت ديالو، كاين اللي كيدير الزبده نوازيط كيطيبها حتى وكان كتطلق ديك تشرب داك الماء وتحيد ديك الكشكوشه ديالتها عاد كيخدم بها. بالنسبه لي انا كنخدمو بلدي على الطريقه ديال الناس زمان. هنا بسم الله على بركه الله، بسم الله بسم الله يا ربي تغلب البركه على الجريه. هنا هذه هي المرحله الحاسمه، هنا صافي غادي ندير لكم مزيان ان شاء الله، وهانتوما معايا. كيبغي يسمعك مزيان بحال هكا، ها بحال هكا كنقولوا حنا كيتعجن. ها شوف ديما الماعون يكون شويه واسع باش تحكموها. صافي هنا ان شاء الله غادي نتلاقاو في طبق التقديم، وهذا هو الشكل النهائي ديال السفوف باكم العبدي. نتمنى هنا اعجابكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. مكونات بسيطه ماشي شي حاجه كثيره، ما كاينش تعقيدات ما كاينش حاجه، ولكن الحصري وكله فوائد وكله افاده. مرحبا بكم معنا هنا باش نجرب معكم. بسم الله شوفوا كيفاش كيجي معلك. انصبا هنا بسم الله ان شاء الله، بسم الله ناكلو بالطيبة. بسم الله ما نعاودش لكم، جربوه غادي غتشكروني عليه، غير جربوه ما فيش شي حاجه اللي هي كثيره او معقده. مرحبا بكم، وحتى الحلاوه اللي خديت ديك الرابعه كافيه بالنسبه للاخر اللي بقى عندي ان شاء الله. كي قلت لكم من بعد نعاود نخلطو، هادشي اللي خلط دابا كافيني الحمد لله والشكر لله انا وليداتي. مرحبا بكم، وهنا كينتهي الفيديو ديالنا، وكنقول لكم استودعناكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله في قناه الطبخ مع عزيز العبدي. دائما كيبقى الطبخ المغربي الاصاله والمعاصره جديد ليه جده، ولكن البالي ما تفرطوا فيه، ديما نبقاو مغاربه في التراث ديال بلادنا. كنفتخروا بوطنيتنا، وكنفتخروا بمغربيتنا، وكنفتخروا بملكنا، وكنفتخروا بشعبنا. مرحبا بكم.